السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم فيديو جديد من قناتكم قناة منوعة عبد. فيديو النهاردة، موضوع النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن كيفية انشاء قناة ناجحة على اليوتيوب بطريقة سهلة وبسيطة، وكل اللي عليك انك تتابع الدورة للنهاية، وان شاء الله هتحقق الشروط وهتفعل الارباح وتحقق حلمك على اليوتيوب. بس كل اللي عليك ان لو عجبك الفيديو واستفدت، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ في الشرح. اول حاجة يا جماعة، نتوجه لمتصفح جوجل كروم، بعد كده هنكتب تسجيل الدخول يوتيوب، وبعد كده هندوس على علامة اللوجو الخاصة دي. طبعا كلنا معروف ان احنا عندنا اكونت على الجيميل، واللي ما عندوش اكونت انا كنت شرحت قبل كده كيفية انشاء حساب على الجيميل برقم هاتف وبدون رقم هاتف، ممكن تتابع الشرح في الوصف هسيبهولك. اول حاجة هتدوس على كلمة انشاء قناة، بعد كده هتدوس على كلمة البدء. هنا بيقول لك انت عاوز القناة تكون باسم مثلا منوعات عبده، منوعات عبده بالعربي وبالانجليزي، زي القناة زي اسم الاكونت، ولا عاوز تكون مثلا باسم متخصص. فاحنا هنختار مثلا الاسم اللي هو على الجميل، بعد كده هنا بيقول لك تحميل صورة، هتحمل له صورة. مثلا اختار الصورة دي وهندوس تام، وبعد كده هننزل تحت. هنا بيقول لك وصف القناة، انت بقى يعني مثلا شوف المحتوى اللي انت بتعرف تشتغل فيه وهتقدمه على القناة. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم عن التقنية، فانا هكتب هذه القناة خاصة بالربح من الانترنت وبلوجر والتطبيقات الاندرويد والانترنت، تمام. بعد كده هنا بيطلب منك عنوان موقع الالكتروني، لو عندك مثلا موقع الكتروني انت هتجيب العنوان وهتكتبه هنا، تمام. لو ما عندكش موقع الكتروني هتسيبه، وهنا عنوان اليو ار ال برضه هنسيبه فاضل. دلوقتي هوريكم كل حاجة في الدورة ان شاء الله ازاي هتعدلوا عليها خطوة بخطوة. هنا مثلا بيطلب منك عنوان الفيسبوك الخاص بيك، وعنوان تويتر، وعنوان الانستجرام. انت لو حابب تحطهم حطهم، مش حابب برضه براحتك. بعد كده هندوس الحفظ والمتابعة، وزي ما انتم شايفين يا جماعة هنا تم انشاء القناة بنجاح اهي، واسم القناة منوعات عبده، والصورة اللي احنا حطيناها، تمام. وبكده نكون وصلنا لنهاية اول درس على دورة الربح من